ابو تركي. انا ابغى اوجه رساله اولا لنادي الاتحاد وايضا للاتحاد السعودي لكره القدم. خميس ليس يعني لاعب هلالي فقط، هو خدم الاتحاد في عز امجاده وعز العصر الذهبي لهذا الفريق في دوري أبطال آسيا مرتين، في الفريق المونديالي امتيازات يعني كبيرة جدا شارك فيها خميس. وأيضا الاتحاد السعودي لا ننسى بأنه خميس العويران في البطولة العربية في الكويت، كأس الخليج في الكويت، امتيازات ما لها أول ولا آخر مع المنتخب السعودي. في نفس الوقت بوجود أنت تحدثت عن جانب مهم، شوف أنا لا أدعي لكني أعرف ماجد أحمد عبد الله عن قرب وعلى المستوى الأسري من سنوات طويلة. أنا أقول دائما إحنا نكرر اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. صحيح. هذا الآدمي يمكن يزعل إني أقول ذا الكلام بس أنا حقوله، هذا الآدمي إلى الآن يودي مدارس الساعة 6 الصبح ويجيب مدارس الظهر، عيال بنات خواته وبنات اخوانه الى الان، ها الى اليوم هذا، الى ما قبل عملت معه لقاء قريب انا كان قال لي تعال لي الساعه الفلانيه لانه بعدها بساعه حطلع اجيب مدارس. هذا جانب. الجانب الثاني ممكن انه يشتري اشياء يحرم نفسه منها، مثلا في لحظه لو جهاز جوال جديد ويقدمها لبنات اخوانه واخوانه وخواته واخوانه وخواته. ماجد هو يجسد جزء من ماجد الإنسان في هذا المشروع الخيري الكبير جدا. وبالمناسبة اليوم فقط لا احنا ما نقول بس فقط شكرا ماجد عبد الله، نقول شكرا فهد مطوع، شكرا احمد القيرن، حسام الصالح، صحيح. كل من يساهم، وشكرا بحجم السماء للوزير الحقيل، الاخ والصديق محمد الفرج اللي مستشار. رحت انت لو تشوف يا ابو جود ولا يهونون الشباب، لو تشوف فرحه ابناء شاكر عليان بالمفتاح اللي سلم لهم شيء لا يوصف. يعني رجال خدم المنتخب وخدم نادي النصر وودع الحياه وما ترك العيال وبيت. قامت جمعيه اصدقاء ماجد ووزاره الاسكان الله يجزاهم خير وقالوا له تفضل بيت. الاكيد انه ما يقدم من عمل خيري في هذا الجانب يساهم بشكل كبير. الأكيد بشكل أكبر وهذه نقطة بختم فيها بأن هذا هو ديدن نادي الهلال طوال تاريخه. ناصر الدوسري رحمة الله عليه قعد الظاهر 4 أو 5 سنوات راتبه الاحتراف يمشي. سعد الدوسري عفوا الله يطول بعمره ويستوس. قعد 4 أو 5 سنوات يمشي. شفنا المبادرة مع سلطان البرقان، شفنا المبادرة الأخيرة مع عبد الله الشريدة. أنا ما أقول أنه فقط الهلال من يقدم على هذه الخطوات، لكن شيء بالشيء يذكر الهلال هو في المشهد الأكبر، هو في المشهد الأكبر ما يفوت. ما أعرف هل اللي شغالين عندهم في جانب المسؤولية الاجتماعية حسهم أعلى من غيرهم، هم قاعدين يسوون شغل ويعني يدورون على الفرص. تمنيت أن الاتحاديين سبقوا الهلال لموضوع الخميس، خاصة أنه خميس ختم مشواره مع نادي الاتحاد، لكن إن شاء الله رجال عميد وبالذات أبو ثامر بيصحصح لها إن شاء الله. مو مقصر.